شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما المراد من العدة؟ المراد من العدة استبراء الرحم وإعطاء الزوجين مهلة. قال الفقهاء: الموطوءة بشبهة تعتد ثلاث حيض، كذلك الزانية، كذلك من طلقها بعقد فاسد، طلقها لأنه عقد عليها عقدا فاسدا فتعتد ثلاث حيض، وكذلك المطلقة البائنة، يعني طلقتها وهي الثالثة فلن ترجع إليك إلا بعد زوج ثاني. فيقول الفقهاء: هؤلاء يعتددن بثلاث حيض كالمطلقة. والصحيح عند شيخ الإسلام رحمه الله أنهن يعتددن بحيضة واحدة. لما؟ لأن المراد استبراء الرحم، فليس هناك فائدة في تطويل المدة، والموطوءة بشبهة ليست بزوجة، والزانية ليست بزوجة، ومن عقد عليها بعقد فاسد ليست بزوجة زواج صحيح، وكذلك من طلقها بائنا فإنها لن تعود إليه إلا بزوج آخر.